السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هبة حسن من جي اف اكس اكاديمي. النهاردة بنكمل مع بعض التراكينج الخاص بالفينيوس اللي احنا عملناها في الكاركتر بتاعتنا. مبدئيا النهاردة هنبدأ نعمل التراكينج اللي احنا عايزين نخلي كل الافكتس المعمولة دي تبقى ثابتة على الكاركتر من اول ما تبدأ تلف. احنا لاحظين كده ان مع الحركة هتلاقي ان الفيس والتشست الجزء اللي معمول هتلاحظ ان هو واقف في نفس المكان بتاعه، لكن ما بيتأثرش بحركة الكاركتر خالص. احنا بقى عايزين نخليه ثابت على الوش بتاعها، تمام، بنفس الثبات دوت لغاية ما تبدأ هي تلف. بعد كده نبدأ بقى نتصرف في الجزء الاولاني ده بحيث ان هو يتعمل له فيدينج علشان يظهر بمجرد ما هي تواجه الشاشة بشكل كامل. فبالتالي احنا كده عايزين نتعامل مع التراكينج اللي خاص بيه، هنعمل للفيس وهنعمل للتشست، تمام، بحيث انه يبقى ثابت. النود اللي هنتعامل معاها هي البلانر تراكينج او بلانر تراكر، ودي مش موجودة غير في نيوك اكس. فلو كنت فاتح نيوك العادية مش هتلاقي فيها النود ديت، لانها متاحة في فيرجن نيوك اكس بس. فبالتالي بنفتح نيوك اكس وبنيجي عند الفوتج عندي هنا ونوصل لها بلانر تراكر، هوصل بيها كده دو النود هنا عشان نشوف الدنيا، وهبص على البلانر نفسه. ايه اللي هعمله؟ هعمل محاذاة على قد الوش، مش بالظبط، حتى لو دخل لجوه شوية مش مشكلة، بس عشان نعمل كده لازم تتأكد ان انت واقف على البلانر تراكر. وبعد كده بنيجي من هنا ونختار بزيه، نبدأ نرسم حوالين الفيس كله كده. بس لا، الاول قبل ما نعمل ده كله نتأكد ان احنا واقفين عند اخر فريم بالظبط، لان اخر فريم بيبقى الدنيا مظبوطة جدا فيه، تمام. فكده احنا واقفين عند اخر فريم، نختار البزيه، نقف عند البلانر، نبدأ نرسم. كده مثلا بالحدود الوش، حاول ان انت ما ترسمش نقط كتير يعني، ونبعد عن الشعر علشان ميبقاش فيه اي لخبطة في التراكينج ويطلع لي في الاخر مظبوط. ممكن ازود بوينت في الحتة دي، حاجة بسيطة. كده مثلا، وهبدأ اقول له اعمل لي تراكينج باكورد لغاية ستارت، بحيث ان هو ياخد لي حركة الوش بالظبط. طبعا طول ما هي باصه للكاميرا الدنيا هتبقى مظبوطه جدا، لكن المشكله الحقيقيه هتواجهني اول ما تبدا تبعد عينيها والوش كله يتحرك بعيد عن الكاميرا. احنا ملاحظين الحمد لله ان البلانر او التراكر بتاعي ماشي بالظبط مع الفيس، لان نفس الحجم بتاعه، نفس المكان بتاعه، نفس الفيو بتاعه، لكن هتبدا تحصل مشكله اول ما تبدا تلف لورا زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى هنا في اجزاء هتبان انا مش عايزاها، وكان المفروض يبقى التراك هيبقى عليها، فهتبقى عندي هنا مشكلة. فاقول له هنا ستوب واشوف المشكلة بدأت منين.
كان عامل لي بوز هنا فوق، تمام كده. المشكلة بدأت من الفريمات، من اول ما بتبدأ تلف يعني في حدود 60، نقف كده عند 60 تمام. حتى هنا في حاجة بسيطة ممكن توسعها لورا، ونقف عند اول فريم، ماشية كويس. ماشية كويس. الفريم اللي بعدها عند 60. بعد كده كل اللي قبل كده اللي الدنيا بدأت تبص فيه خالص نمسحه، بان احنا نقف عند ايه، clear track data pick backward. ده هيعمل لي ايه؟ هيدلك لي كل التراكنج داتا اللي موجودة من اول 0 لغاية 60، دلتها خالص. احنا كده ايه مش عايزينها وهي كده مش موجودة، كده هتفضل هي ثابتة بالمنظر ده، مش مشكلة. المهم ان التراكنج اللي بيبقى موجود او البلانر اللي موجود مظبوط على الفيس بالظبط في الجزء اللي عندي. دلوقتي بقى عايزين نعمل الجزء التاني. عندك حل من اتنين، اما تستخدم نفس النود او تستخدم نود تانية برضو بلانر تراكر للجزء التاني، والاكتر مرونة وفلكسبيليتي معاك، بحيث ان انت حابب ان انت تتعامل مع النود دي لوحدها في حاجة ودي في حاجة، يفضل ان انت تستخدم نود تانية بلانر تراكر تانية. يبقى هستخدم دي، خليها كده فوق واقول له اديني بلانر تراكر تاني هنا كده، نبص عليه، وبرضو نقف عند اخر نود، عند اخر فريم، ونيجي للجزء اللي انا عايزاه، واخد كده بشكل مختصر، هبعد عن حتة الدقن دي واخدها كده، وابدأ اقول له اديني تراك قبل برضو. فوق كانت المشكلة عندي في لفة الوش نفسها، طب وهنا هيبقى المشكلة في ايه؟ المشكلة في ان الشعر نفسه هيبدأ يجي عند الجزء ده، فبالتالي هيأثر لي على تراكنج داتا اللي هو واخدها من الاول. فبالتالي من اول الفريمات او ما بيبدأ الشعر يتحرك هنا هتبدأ تواجهني المشكلة. فين بقى هيحصل الكلام ده؟ شوف كده لغاية دلوقتي الدنيا كويسة، هتبدأ تلف عند 40 30. بس نقول له ستوب، يبقى لحد هنا. شوف الدنيا باظت خالص هنا. وبعدين هنا الدنيا ممكن ايه، نقف عند اول اخر فريم تاني، ونزل دي لتحت شوية عشان ما تجيليش عند التشست. ايوه كده احسن. يبقى خليها عند 40، عند 40 الشعر مش مؤثر قوي. يبقى من قبل 40 دول برضو نمسحهم، تمام كده بقت موجودة عندي من الاخر. من هنا نمشيها كده، ايوه تمام، واقفة في مكانها كويس كويس قوي. من اول هنا بقى الدنيا ايه باظت خالص، وده اللي احنا ايه مش فارق معانا قوي، تمام حلو قوي. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنستخدمها ونستفيد من الداتا دي ازاي؟ همسك كل نود فيهم، نمسك الاولانية بتاعت الفيس، وهاجي عند التراكنج، وعايز اصدر الداتا اللي جات لي دي، تمام، وانا واقف عليها، واختار عندي الكورنر بين ريليتيف، تمام، واقول له كرييت. مجرد ما اضغط هلاقي في نود تانية طلعت اسمها كورنر بين. كورنر بين ديت زي ما بتقول انها بتاخد التراكنج دي، وبتبدأ اللي هوصله بيها ياخد نفس المكان بتاع التراكنج ده. وبالتالي انا عندي الفيس، ففين بيانات الفيس؟ اهي اخر حاجة كانت الكالر كوركشن بتاعتهم اهي، فببدأ ادخل دي باخر حاجة بعدهم على طول، تمام. ده بالنسبة للفيس. للتشست نفس الكلام، هقف عليه وعند التراكنج
تمام، انا هنا في النود اهي، واقول له هو مختار كورنر بين ريليتيف، واقول له كرييت، هيطلع لي النود التانية اهي، واوصلها المرة دي بالجزء اللي خاص بالتشست. ادي الشغل بتاع القلب، العروق والكلام ده كله، color correction بتاعه. يبقى دي كانت اخر نود ليها. يبقى بعد الكالر كوركشن بتاعتها على طول، فين هي؟ اعرف هتحطها فين بالظبط عشان تدي لك النتيجة اللي انت عايزها. يبقى انا حطيت بتاعت الفيس بعد اخر نود اشتغلت عليها على الفيس، العروق وشغل الوش كله والماسكينج، وبعد كده الكالر كوركشن حطيت وراها الكورنر بين. عندي هنا بقى شغل القلب والعروق والهيكل العظمي والكلام ده كله، وبعد كده الكالر كوركشن بتاعه، ودخلنا عليهم الكورنر بين. تعالوا كده نبص في النتيجة النهائية في الميرجنج بتاعي من اول فريم، هنشوفها هي ماشية فعلا مع الوش ولا لا. طبعا مش هنبص دلوقتي على الفريمات الاولانية، لان احنا قلنا هنتعامل معها بعد كده في الاخر، لان احنا نخفيها خالص وتظهر في وقت معين بعد ما تكون بدأت تواجه الكاميرا. لكن اكتر حاجة تهمني انها تكون ماشية معايا في الفريمات اللي انا عايزاها. جميل جدا كده، لاحظنا انها بدأت انها تثبت قوي على الوش وعلى بقية الجسم في بقية الفريمات، من اول الفريمات المطلوبة اللي هي من 40 وطالع لغاية 180. طبعا ملاحظين ان لسه الالوان عايزة تتظبط جدا جدا، ما بين الوان الوش مش مقبولة خالص، لكن الكالر كوركشن ده هنأجله قوي قوي في الاخر، ان شاء الله هنبقى نظبطه. بس في نفس الوقت اللي ملاحظينه ان البيئة نفسها او على الفوتش بتاعي برايتنس قوي، وده ممكن يبقى عامل زي مشتت المشاهد شوية ما بين الكاركتر بتاعي وما بين الفوتج. فعشان كده عايزين نعمل كالر كوركشن للفوتج نفسها، بحيث ان الفيديو او الجو العام يميل شوية للغوامق، ويفضل لو كان للأزرق شوية زي التون كده بتاع ايرون مان. فبعد ما عملنا الستيكينج اللي خاص بالفيس والتشست زي ما احنا شايفين في حركة القلب قوي حلوة جميلة قوي في الفيس وفي التشست، عجبتني جدا حركة القلب هنا. تعالوا بقى نعمل كلر كوركشن للفيس للفيديو كله. حط دي كده ودي كده، تمام. نقول له color correction الاول، نسيف كل الكلام ده. color correction لايه؟ للفوتج نفسه، تمام، يعني الكل للفيو كله. انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة اغمقه شوية واديله تون ازرق خفيف. فهاجي عند بدل ما هشتغل في كده، يبقى هشتغل على طول في الجيم. فهنيجي عند الجين على طول وندخل على الشانلز بتاعته. هبتدي اول حاجة ازود له الازرق بتاعه قوي، واسحب شوية من الريد حاجة كده، وسنة صغيرة من الجرين. خلي الجرين اعلى شوية كده مثلا، حاجة زي كده. وتعالوا في الشادو ولا الميتون، نيجي كده في الشادو برضو الجامعة، بس حاجة بسيطة قوي، حاجة بسيطة قوي قوي في الشادو. نزود الازرق حبة في الشادو، تمام. ممكن اعلي الكونتراست والجام عشان متغمقش سنة، حاجة زي كده مثلا. ممكن نيجي برضو عند الجزء الخاص بالميتونز برضو في الجين، بس المرة دي خلينا نعكس شوية، عايزين ندي وارمر بحيث يكون ميكسد مع البلو اللي عندي. فنسحب شوية البلو، تمام، وندي سنة صغيرة في الريد
تمام عشان يكون ميكسنج ما بين الاثنين. حاجة كده مثلا. ودلوقتي بقى هتلاحظ ان الحتة دي غمقت شويتين، تعالوا نفتحها بكالر كوركشن تاني، بس هدفه الاساسي ان احنا نفتح الاجزاء اللي غمقت قوي. هنزود الجين حبتين كده، بدأت ايه، لاحظين هنا الاجزاء اللي كانت غامقة قوي بدأت تفتح. انا عايزة بس حاجة بسيطة ومش حاجة عالية قوي، تمام. بس بالمنظر ده كده كأنه الفاينل لوك. انا مش عايزة الكلام ده على الفاينل لوك، انا عايزة الكلام ده بس على الفوتج الأصلية أو الفيديو الأصلي. فهياخد دول وأقول لهم كات، وتعالوا هنا شايفين الفرق الفظيع، ونقول له هنا بيست، يبقى خليك إيه مع الفيديو الأصلي، تمام كده. كده نبقى عملنا التراكنج اللي احنا عايزينه، ظبطنا شوية في الفيديو بتاعنا. ان شاء الله في المرة الجاية هنبدأ نكمل في شغل العين. انا عارفة طبعا في كالر كوركشن كتير لسه عايز يظبط في الفيس بالذات، عشان هو برايتنس قوي ومش ده الفاينل لوك اللي احنا عايزينه. ولكن خلينا نأجل الجزئية دي شوية ونركز اكتر في الافكت اللي خاص بالعيون، بحيث ان احنا نديها نفس الافكت بتاع بقية الجسم. فهنبدأ بالتراكنج وان شاء الله الكلام ده في المحاضرة الجاية.